شلونكم اليوم؟ هسه عندنا هاي مسويها شوربة خضار الرجيم، بيها هسه بيها كيرت وبيها الكابج عني لهانة، وبيها فلفل أخضر عني جرين بيبر، وبيها طماطة مثل تشوفون. وهسه انتو حتاخذون هيجي وتخلوه بماتكم البلندر لو اي نوع من خلاط، بس تخلوها وتشغلونه اللي يصير فد نوع من هيجي صوص. هشوفكم اياه بعد شويونه. يلا كلنا ويا الطيماته ورا خلطناها بالخلاط، رجعت هسه ماتها هاي الجدر، وهسه احنا هاي خليت بيها فلفل حار، يعني هي حاره بس انتم كيفكم تخلون اي نوع من خضره انتم رايدين لو بطاطا. هسه احنا حنصبها بالماعون مالتنا. يلا هسه تصبوها وبالعافيه. هسه احنا صبينا الشوربه، وهسه خلينا فوقها خضار. كانت ماما تسوي ليها بس انت صغيره، وهسه انا تعلمت تقوم تسويها، والخضره هاي الصغار والكبار. هسه حنجربها ونذوق ونقولكم. كلش طيبة، 10 من 10. يلا باي.